وللحديث عن موازنة الثلاث سنوات المقبلة ودلالات العجز فيها ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والناشط السياسي الأستاذ علي الشعلان. حياكم الله أستاذ علي. مساء الخير جنابك الكريم. مساء الأنوار. أستاذ علي، البرلمان الحالي كما تعلم يمرر قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، ولكن السؤال لماذا كل هذه المخاوف من الموازنة التي أقرت بعد جولات متعثرة عديدة؟ نعم، موازنة يعني أخي، الموازنة هذه هي صراحة يعني موازنة غريبة عجيبة، يعني لم نشهد لها لا قراءة أولى لا قراءة ثانية، يعني مسرحية سخيفة، لعبة تلعبها أحزاب السلطة على الشعب العراقي مثل لعبة الانتخابات. هذه الموازنة أخي ما يعني ما تخدم الشعب العراقي، هذه فقط تخدم الطبقة السياسية الحاكمة، اتفاقات سياسية لا علاقة بها لا بالخدمات، بها هدر عام، بها نقص حاليا في أكثر من 60 تريليون في الموازنة. يعني بس اسمح لي أعطيني شوية وقت، يعني احنا نستغل يعني نطلع ويا قناتكم المؤقرة، قناة حرة عراقية أصيلة، حتى نوضح للشعب العراقي. عندك مثلا البنود، أول بند شنو يخدم أحزابهم، هم خلوه بالبنود الأولى، مو مصلحة الشعب العراقي بالبند الأول. يعني أول بند بالموازنة، إذا بحضرتك وشوف الموازنة، أول بند من أول فقرة في الموازنة تخصيص 96 مليار إلى رئاسة الجمهورية. اثنين، تخصيص تريليون و200 مليون لمجلس الوزراء والحكومة والأمانة العامة. ثلاثة، تخصيص 4 مليار و470 لمجلس النواب. أربعة، تخصيص 500 مليار و500 إلى مرة أخرى لرئاسة الوزراء منحة طارئة. بعدين يقول لك تخصيص مليار و900 لجهات أخرى لرئاسة الوزراء. شنو هذه الجهة؟ يعني لاحظ حضرتك وخلي لاحظ الشعب العراقي، هو هذا الفساد. هذه هي ميزانية، يعني موازنة الكعكة، يعني بالبداية يقرون ومنين يقدرون يسرقون الشعب العراقي. شوف لاحظ حضرتك الأرقام الآن عددتها تصير كلها 3 تريليون و166 مليون دولار، هذه راحت للرئاسات الثلاثة، هذا بعدنا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هل من المعقول وزارة التربية يخصص لها 5 مليون دولار، وزارة الزراعة 10 مليون دولار؟ احنا نستورد اليوم كل الخضروات وكل الأجبان وكل الألبان من تركيا ومن الدولة المارقة إيران، لماذا تخصص إلى وزارة الزراعة 10 مليون دولار؟ وزارة التربية هذا العمود الفقري، طلابنا وأطفالنا 5 مليون للتربية. يعني خلي الشعب العراقي ينتبه هناك. طيب أستاذ علي، يعني رغم هذه الثغرات التي تتكلم عنها ووجود يعني الهدر الكبير ولربما يعني كما ذكرنا الثغرات، ما تفسيرك لتمرير هذه الموازنة بالفعل وإقرارها؟ يعني مرة أخرى هذه الموازنة لا تخدم الشعب العراقي، تخدم الأحزاب الفاسدة، تخدم مصالحهم. احنا مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات ومن بعد المجالس البرلمانية مثل ما وعدنا السيد السوداني، من أين يمولون أحزابهم للانتخابات؟ هذه الموازنة حتذهب إلى الوزارات مرة أخرى، وعن طريق الوزراء اللي هم تابعين لأحزابهم حينهبوها ويمشون أمورهم بها بالنسبة للانتخابات، بالنسبة للانتخابات من المجالس البلدية وأيضا البرلمانية. نعم. طيب برأيك هل يعني إذا أردنا أن نتحدث هنا عن الشعب العراقي ووقع هذه إقرار هذه الموازنة على الشارع العراقي، الشارع العراقي هل يقيم وزنا لمثل هذه الموازنة؟ هل يعني يعتمد عليها في واقعه المعيشي، في تحسين واقعه المعيشي والاقتصادي، هل يبني آمالا عليها؟ لا أخي بالتأكيد لا، الشعب العراقي اليوم عاش مع هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة 20 عام، يعني كثير من الموازنات الفلكية، يعني من عهد السيد المالكي موازنتين لحدنا، من العراق بيعرف بها والشعب العراقي بيعرف بها وين. الشعب العراقي ما عنده ثقة في هذه الطبقة السياسية الفاسدة، لكن الشعب العراقي مغلوب على أمره. اليوم المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدولة المارقة إيران هي من تحمي هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة، فهي الموازنة بديهم. يعني الموازنة اليوم يعني عن طريق 6-7 أشخاص، يعني رؤساء الكتل أو 8 أشخاص هم من
يعلنون او الفقرات في الموازنه هم من يعني احنا صراحه حتى ما نعرف من هي اللجنه اللي اقرت ان هذه الموازنه ما هم ماذا يحملون من شهادات واختصاصات في مجال المال في مجال التجاره في مجال الاقتصاد، هل ما نعرف يعني شلون اجت هذه يعني ذكرت لحضرتك لا توجد قراءه اولى لا توجد قراءه ثانيه، مره اخرى الشعب العراقي لا يثق بهذه الطبقه السياسيه الحاكمه، والشعب العراقي يعرف هذه الاموال الطائله المليارات والتريليونات حتذهب الى الفساد والى الاحزاب الفاسده. نحن نعم خاصه اننا نتحدث هنا استاذ علي عن ان هذه الموازنه تخص الثلاث سنوات المقبله ليس عام واحد. نعم بالتاكيد ثلاث سنوات، العراق للاسف يعني هناك كثير اخي من الثغرات في هذه، يعني هناك ايضا يعني 400 مليار الى الكتل السياسيه للانتخابات مخصصه، هذا كله هدر، كله نهب لاموال الشعب العراقي، يعني للشعب العراقي اذا اي فرد من الشعب العراقي طلع الموازنه ويقراها حيشوف مليارات الدولارات هم اخذوها يعني مقدما الكتل السياسيه ورؤساء الكتل السياسيه، فاذا العراق مقبل للاسف على مرحله ثلاث سنوات يعني ما نعرف الى اين، ائتلاف اداره الدوله ما نعرف الى اين حيذهب بالعراق، احنا نسميه ائتلاف نهب الدوله. فللأسف يعني برأيك ما هو المستقبل الذي ينتظر القطاعات التي كانت تنتظر زيادة في هذه الموازنة كالزراعة والصناعة وغيرها وقطاع التعليم والصحة وغيرها من القطاعات، ما هو المستقبل الذي ينتظرهم بعد إقرار هذه الموازنة؟ يعني ذكرت لحضرتك الزراعة 10 مليون، يعني لاحظ أنت الرئاسات الثلاثة إيش قد أخذت من مليارات، وشوف وزارة الزراعة إحنا بحاجة ما عندنا وزارة زراعة ما يوجد لدينا وزارة صناعة، التعليم إحنا هذا العمود الفقري، الجيل اللي يدور العراق هو وزارة يبدأ من التربية، إحنا اليوم خصصوا له 5 مليون دولار، يعني إذا معناته ما حنلاحظ لا نمو اقتصادي لا بناء لا عودة المدارس لا بناء مستشفيات، حتبقى الطرق مثل ما هي، حيبقى جسورنا مكسرة، طرقنا مكسرة، مدارسنا من طين، للأسف ما دام هذه الطبقة الحاكمة في بغداد احنا من سيء الى أسوأ. نعم، اذا كنت ضيفا عبر سكايب من برلين الكاتب والناشط السياسي الأستاذ علي شعلان، شكرا جزيلا لك.